بينما تشهد محافظة نينوى واقعا صحيا متعب جراء دمار أغلب مشافي الموصل، ومن أجل التخفيف عن كاهل المواطن الموصلي تمت إحالة مراكز البحوث العلمية التابعة لجامعة الموصل إلى شركة تركية بغية إعمارها من قبل ديوان المحافظة بكلفة بلغت 4.76 مليار دينار ليكون الأول من نوعه في العراق. تكفلت محافظة نينوى مبالغ من ديوان المحافظة لإعادة ترميمه وتأهيله من قبل الشركة المنفذة للمشروع ابتداء وهي شركة تك إماش التركية. المشروع إن شاء الله يعني متوقع أن ينجز خلال الأشهر القليلة القادمة ويدخل الخدمة. كلفة إعادة الترميم هي 4.75 مليار دينار عراقي. وتحوي هذه المراكز أقساما عدة، منها مركز غسل الكلى وأمراض الدم والعقم والجينات و14 صالة للعمليات، إضافة إلى 150 سرير للراقدين في المركز، وتم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية، مما يعني إنهاء معاناة السفر من أجل تلقي العلاج خارج المحافظة. الأقسام الموجودة داخل المستشفى المركز البحثي وجدنا هناك الكثير من الأجهزة المتطورة التي مثل التعجيل الخطي، جهاز التعجيل الخطي، مثل الجاما نايف اللي هو ضروري جدا لعلاج الأمراض السرطانية، بإضافة إلى وجود أجهزة الرنين والمفراس، أجهزة حديثة ومتطورة، والمكان مجهز من الناحية ممكن أنه يبدأ العمل به بعد اكتماله. تستطيع هذه المراكز أن تقدم الخدمات ليس فقط البحثية لطلبة الكلية، ولكن الخدمات الطبية المتميزة، حيث توجد فيها أجهزة غير موجودة على مستوى العراق، وستغني العشرات والمئات من المرضى من الذهاب إلى مناطق أخرى وحتى دول أخرى. فيما دعا سكان الموصل إلى إعادة إعمار مشافي المدينة كونها دمرت بشكل شبه كامل، خصوصا الجانب الأيمن منها كونه الأكثر تضررا من الحرب، فغالبية السكان هنا يلجؤون إلى محافظات إقليم كردستان لتلقي العلاج، مما يزيد من معاناتهم كون أغلب السكان من ذوي الدخل المحدود. حقيقة الواقع الصحي بمحافظة نينوى واقع مزري. اليوم المواطن إذا تمرض، تحديدا بالساحل الأيمن، إذا تمرض المواطن لازم اليوم يلجأ إلى محافظات الإقليم وإلى الجنوب أو خارج العراق. عجلة الإعمار في نينوى تسير بشكل بطيء بسبب غياب الدعم الحكومي من بغداد والصراعات السياسية التي شهدتها وتشهدها المحافظة، ليبقى المواطن الموصلي يتساءل متى ستنتهي هذه المعاناة. من الموصل قاسم الزيدي، التغيير.